مثل ما بيقول القول الشائع بالنهاية كل يغلي على ليلى، يعني كل واحد عم بيعطي جزء من الحقيقة بس مش الحقيقة الكاملة. الملاحظة الأولى التي يسجلها ظاهر هي عدم التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة. إذا منشوف الأرقام منشوف أنه نسبة الضرائب الغير مباشرة اللي بتطال كل المكلفين تفوق 60%، طالما الضرائب المباشرة يلي فيها الضريبة العقارية اللي عم بنحكى عنها ويلي فيها زيادة الضريبة على الشركات من 15% ل 17%، ويلي فيها زيادة الضريبة على الإيداعات المصرفية يلي هي من 5% ل 7%، كل هالضرائب أقل أما تقريبا بحدود 40%. مشروع قانون الموازنة يقترح عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية، وأول هالإجراءات يهدف إلى الحقول دون سقوط حق تحصيل الضرائب غير المسددة بمرور الزمن. انطرح الموضوع على لجنة التشريع والاستشارة، هيئة التشريع والاستشارة بوزارة العدل مرتين من قبل مجلس الوزراء بال 2012-2014، مرتين ردها واعتبر أنه عم بتمس بمبدأ المساواة وبمبدأ الاستقرار القانوني بالنسبة للمكلفين، ورغم هيك في محاولة لتمريره بهالموضوع بالذات. هلأ ليه بيقولوا لي؟ لأنه في منحة إصلاحي، يعني بيقولوا أنه لا نحن ما بدنا نخسر للدولة مبالغ بيستحقها للدولة. أكيد هذه شغلة منيحة بالنسبة للإدارة، بس ما فينا كمان من ناحية تانية نخلي المواطن والمكلف بدون دفاع. ويقترح مشروع القانون تعديل إجراءات التبليغ بحيث يمكن الاكتفاء بإرسال التبليغ بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني. كل يلي بيستعملوا الإيميل بيعرفوا أنه في جنك إيميل، إذا راح الإيميل بجنك أما بالفاكس وصلوا حدا أخده، طيب شو بيصير؟ أنا بخسر المهل. بدنا نعرف النتيجة تبعيتها. أنا عندي مهلة شهرين تعطرت، بعد الشهرين ما بقى لي حق أعطرت، إذا اعتبرت أنه تبلغت بعد شهرين ما رأيت. بيقدروا يعملوا إجراءات تحصيل جبري، يعني بيعولي أمليكي بالمزاد العلني. ومن الاقتراحات أيضاً إخضاع المكلف الذي يتقدم لإجراءات الاسترداد الضريبي لبرنامج التدقيق الضريبي. هيدا نوع من الشانتاج مثل ما بيسموه، التخويف والترهيب. هلأ أنا بعرف ليه هالإجراء متخذ، والمالية وقت حطته هي تتحد من إمكانية تهرب الضريبة. وفي مشروع الموازنة بعض ما يصف الظاهر بفرسان الموازنة، وبعض يتعلق برفع معدل الضريبة على فوائد الحسابات المصرفية وعدم حسمها من ضريبة الأرباح لأصحاب المهن الحرة، حيث يعتبر الظاهر أن في ذلك ازدواجية تكليف ضريبة، عدم احترام المساواة بين المواطنين، وفرض زيادة تصل إلى 70% على هؤلاء المكلفين. طبقنا اليوم نحن جزء من الضريبة الموحدة على الدخل على فئة واحدة من المكلفين، واستثنينا سواها، استثنينا كل الأجراء والموظفين و و و وإلى آخره، وكلفنا بس المهن الحرة، والمهن الحرة بالنهاية مش كلها طبقة ميسورة.